ورد في كتب التاريخ أن عبد الملك ابن مروان ذات مرة صعد في المدينة المنورة على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله في مسجده وخطب الناس، ومن جملة ما قال: قال: والله أقسم يمين لا يأمرني أحد بتقوى الله إلا ضربت عنقه. ويسمي نفسه خليفة لرسول الله. يعني إذا شخص من المؤمنين، شخص من الرعية، قال لعبد الملك الذي يسمي نفسه خليفة رسول الله زورا وكذبا، إذا قال له اتق الله، يقول هذه الكلمة تكلفه نفسه، وهذه الكلمة إذا خرجت من أحد بالنسبة إلى عبد الملك بن مروان فثمن هذه الكلمة أن يقتل الرجل الذي قال لعبد الملك اتق الله. والقرآن الكريم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قيل له اتق الله، بالنسبة إلى الظالمين يقول، بالنسبة إلى الطغاة يقول الله عز وجل: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد.